الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، بل ومن الأمور المجددة للإيمان في قلب المؤمن، تعظيم المؤمن لشعائر الله. بيلتزم المؤمن بالأمر الإلهي فيطيع، ويلتزم بالنهي فيمتنع، ولكن في أي حالة؟ في حالة بتؤدي فيها التكليف بحب وتعلق قلب وتعظيم المكلف للمكلف، الله تعالى الذي كلفك وعظم هذه الأمور، فعظم ما عظم الله. التعظيم أعلى من مجرد العمل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال، لم يقل ومن يعمل شعائر الله، إنما قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله إن جاءت في سياق، يعني جاء الحديث عنها في سياق الحديث عن ركن الحج، وما فيه طبعا من شعائر ومشاعر، إلا إن المفهوم مفهوم عام ومبدأ قرآني جليل، لأن الشعيرة اللي هي مظاهر العبادة وممارستها، يعني هو ده معناه، مظاهر العبادة وممارسة هذه العبادات، بل المفهوم بيتسع لما هو أكبر من ذلك، فيشمل كل ما عظمه الله تعالى من أمور شرعها من جهة الفرائض، الواجبات، المحرمات، الممنوعات. يعني الهدف من هذا الأمر وهو التعظيم بقى، التعظيم إنك مش بتأدي الحاجة والسلام، التعظيم إنك مش بتنفذ الأمر والتكليف الإلهي وبس، لا، أنت بتنفذه بحب وبتعظيم وإجلال قلب لما تفعل من طاعة تأتيها، أو لما يعني أو من معصية تتركها. فبيتجدد معنى استحضار عظمة الرب في القلب، فتأدي أي تكليف ربنا أمرك إنك تقوم به بحب وتعظيم وحضور قلب، فتوفق ساعتها إلى التعظيم والخشية والتقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تاخد ثمرة التوفيق للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل من تقوى الجوارح، إنما قال من تقوى القلوب، لأن القلب ده لو خشع واتقى خشعت سائر الجوارح. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي أخرجه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير، والحديث طويل، إلى المقطع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أهمية أمر القلب والعناية به، لأن القلب ده هو قائد سائر الجوارح، لو انصلح تنصلح بصلاحه الجوارح، وإذا فسد القلب وما يضمره الإنسان فسدت أعمال الجوارح. هو الأصل، عمل قلبي مهم جدا أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وبالذات فيما عظم الله. شرائع الله وشعائره اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها للعباد، يعني الشرائع والعبادات دي نوعها ربنا سبحانه وتعالى لعباده، وجعل فيها حكمة جامعة بين العبادات دي كلها، وجعل ليها ثمرة مرجوة من جميع العبادات والتكاليف اللي ربنا أمرنا بيها. طب إيه الحكمة الجامعة بين هذه العبادات؟ وإيه هو مقصودها؟ مقصودها الأسمى توحيد الإله الخالق
إفراده بالعبادة، إفراده بالتوجه إليه بالعبادة، توحيد الخالق العظيم والتوجه إليه بعبادته، إياك نعبد. وإيه الجامع اللي بيجمع بين برضو هذه العبادات والمقصود الأسمى من ورائها؟ إقامة ذكر الله تعالى وتزكية النفوس وتدريبها على فضائل الأعمال. يعني مش المقصود من العبادات المشروعة والمتنوعة اللي ربنا كلفنا ان احنا نقوم بيها مجرد القيام بحركات متفرقة وأعمال ظاهرة، لكن المقصود تحقيق معاني العبودية بأن يخضع العبد لربه ومولاه عشان تتحقق فيه الثمرة المرجوة من كل عبادة ومن جملة العبادات. وربنا سبحانه وتعالى أشار في كتابه الكريم إلى ثمرة أخلاقية مرجوة من وراء كل عبادة. ففي الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال لك ثمرة إقامة الصلاة مش أي أداء للصلاة، ده إقامة حقة، حضور قلب وخشوع جوارح، لأنه إنسان مقبل على أمر عظيم وهو الصلاة. ده استحضار عظمة هذه الصلاة اللي بيصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يعني ورد عن حضرته قال لك الإنسان ده ممكن يصلي الصلاة لا ينصر، إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب ولم يكن له منها أو لم يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمس، إلى نهاية الحديث، إلى أن وصل إلى نص. يعني أنت الحديث بيوضح إلى أنه للإنسان ما عقل من هذه الصلاة، ما خشع أثناء هذه الصلاة، فده معنى حضور القلب وأنت بتأدي الصلاة. فبتجد الصلاة لها دعاء استفتاح، وبعدين تشوف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، وإنه القرآن يقراه النبي عليه الصلاة والسلام بهدوء وتؤدة، كذلك حركات الصلاة. كل دي أشياء بتدفع بالإنسان إلى الخشوع وإلى استحضار عظمة الرب وإنت بتأدي العباد، فتوصل إلى الثمرة بتاعتها، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام، الله تعالى قال في حقه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عشان إيه؟ لعلكم تتقون، تحظى وتفوز بثمرة الصيام. الزكاة اللي هي ثمرة أخلاقية تجاه الرب وتجاه العباد. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح والبخل، وتزكي مشاعر الرحمة والرأفة والإحساس بالآخرين. الحج، قال الله: وتزودوا، في سياق آيات الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كلها ثمرات، عشان يفوز العبد بهذه الثمرات لابد وأن يعظم ما عظم الله، فيعظم هذه العبادات في قلبه ووجدانه، وأن يستحضر عظمة الله تعالى في كل وقت وحين. وليس تعظيم هذه الشعائر لشيء في ذاته، إحنا بنعظمها لأن الله هو من عظمها، وبتعظمها ينال العبد التقوى. والأصل في التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وألا يفتقدك ربك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. أنواع الشعائر دي كتيرة جدا، شعائر الله تعالى، منها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالأشخاص، ومنها ما يتعلق بالأحوال، ومنها ما يتعلق بالأشياء. الشعائر مثلا الزمانية بيقصد بيها الشعائر اللي بترتبط بزمان معين، زي اللي احنا فيه دلوقتي شهر رمضان المبارك، ده زمان شريف، زمان معظم شريف، أنزل الله فيه القرآن الكريم وفرض فيه الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ده شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، فيه ليلة خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. يجب على المسلم لما يعرف ويكون ويشهد هذا الشهر المبارك أن يعظم هذا الزمان المبارك، مش لشيء في ذاته، وإنما لأن الله هو المعظ، هو من عظم هذه الأشياء. فلابد من أن أنا أشهد صيام الشهر، يعني أقوم بعبادة الصيام. يعني المقصود في هذا الزمان الشريف أن أنا بقوم بركن الصيام في شهر رمضان. طيب الناس اللي بتفطر وبتجاهر
وبتقعد على القهوة تشرب شاي وكده يعني جهارا، أو يستخبوا مجموعة يقعدوا مع بعضهم، ده مضيع لشعائر الله لا معظم لشعائر الله. وإذا صام بقى، طب الإنسان اللي بيصوم هل أي إنسان صام عظم؟ لا، ما هي درجات. إذا صام من غير أن يحفظ جوارحه فقد خدش صومه وجرح حرمة الشهر الكريم. التعظيم يقتضي أني أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا الصيام جنة وقاية للإنسان، يعني الصيام جنة، فإن سابك أحد أو قاتلك، في نهاية الحديث الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. بتقول إني صائم لنفسك فتفوق نفسك فتعظم الشهر وتعظم أدائك للعبادة حسبة لله تعالى، وبتقول إني صائم مرة تانية للي قدامك فتردعه وتوقفه وتنبهه إلى حرمة الشهر الكريم. من الأزمان الشريفة كذلك اللي ربنا جعل لها فضل على غيرها من الأيام والليالي، الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، كمان الأشهر الحرم اللي معروفة الأربع أشهر حرم، الحسنة فيها بتتضاعف والسيئة فيها بتتضاعف، وربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسهم. ربنا بيوجهنا إلى هذه المعاني الغالية لاستغلال هذه الأزمنة الشريفة. كمان من الأزمنة الشريفة يوم الجمعة وليلة الجمعة، ده خير يوم في الأسبوع واليوم اللي هتقوم فيه الساعة، وجعل ربنا سبحانه وتعالى فيه ساعة بيستجاب فيها الدعاء، فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى ذلك وفوق ذلك يا الله يا كريم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في شعائر مكانية كمان عظمها الحق سبحانه وتعالى وإحنا مأمورين نعظمها، هي الأماكن اللي ربنا فضلها على غيرها من الأماكن والبقاع الأخرى، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى المبارك. المسجد مثلا الحرام يقول الله تعالى يعني في التأكيد على حرمته، الناس اللي بتروح تعمل عمرة وحج عارفين المعنى الدقيق ده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية بتدل على أن من كان في المسجد الحرام عليه أن يضبط نفسه وأن يسلك طريق السداد والخير، يتحرى الخير في جميع ما يقول ويفعل. الآية بتفيد أن مجرد الهم بالمعصية ذنب عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ده الهم بالمعصية ذنب، فما بالنا بمن فعل الذنب هناك. السيئة في الحرم أعظم منها في غيره، وكذلك الحسنة بتتضاعف في هذا المكان الشريف والبقعة الشريفة التي عظمها الله وشرفها الله واصطفاها الله. أما الشعائر بقى الأخرى، الشعائر المتعلقة بالأشخاص، فنعظم من عالم الأشخاص والبشر سيدنا وحبيبنا حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أعظم البشر كلهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. ومن تعظيم المسلم لشعائر الله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك الإيمان والالتزام بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون هوى قلبك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تهوى ما علمنا إياه، تهوى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تعلى في هذا العمل القلبي اللي ليه أنواره على أعمال الجوارح بتصل لثمرة التقوى. طبعا احنا بنعظم سيدنا رسول الله وسائر الرسل وأنبياء الله أجمعين، تعظيم رسل الله تعالى وأنبيائه، وفي مقدمة هؤلاء أولي العزم منهم، ونعظم سائر من عظم الله تعالى من الخلق ومن فضل الله سبحانه وتعالى. أما الشعائر المتعلقة بالأشياء فمنها تعظيم المسلمين، مثلا المصحف الشريف ده من أقدس مقدسات المسلمين، الله تعالى يقول بل هو قرآن مجيد، هو كتاب الله الذي حوى كلام المولى سبحانه وتعالى المنزه القرآن الكريم.
كذلك من تعظيم الأشياء تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، توقير الكتب الجامعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مش معناه ما يبقاش في عمل علمي، لا، في عمل علمي ونقدي ومنهجي فيه توقير إن أنا بشتغل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين لهم جهد علمي لخدمة وحفظ الهدي المحمدي، بذل المسلمون فيه جهد كبير ومبدع لتوثيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك إلا تعظيما لحضرته صلى الله عليه وسلم، وتعظيم للهدي المحمدي. تعظمنا للهدي المحمدي التزام بأمر قرآن كريم. التخبط الحاصل من البعض اللي بيقول لك أنا لا أؤمن بالسنة، أنا أؤمن بالقرآن بس، كذبت. من قال ذلك فهو كاذب. ليه؟ لأنه تكذيب بالقرآن نفسه. لو قرأ القرآن متدبرا ورأى الأوامر الإلهية لوجد أننا مأمور باتباع النبي. ذلك تكذيب بالقرآن نفسه. من قال أنني أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، أو علينا نسيب السنة ونمسك القرآن بس، ده لا، ده اللي بيتعمل ده واللي بيتقال ده ليس فيه تعظيم لا للقرآن ولا لسيد الأنام ولا لسنته المطهرة. الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طب هو أنا هعرف منين اللي النبي أمر إن أنا أعمله؟ آتيه، ولا نهاني إن أنا ما أعملوش، إن أنا امتنع وما أعملوش. هعرف منين؟ إلا من دواوين السنة كلها. وهذا الجهد العلم الضخم في جمع سنة رسول الله وتحري الخبر الصادق من الكاذب. إلا إنه في جهد، في ميراث وهدي محمدي شريف موقر معظم لنسبته لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة ممكن تعين الإنسان على تعظيم شعائر الله تعالى، اتباع الهدي المحمدي في كل حاجة، وسؤال الله المعون. اتباع الهدي المحمدي لأن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة المحمدية واقتفاء أثر الرسول فيما كان يقول وفيما كان يفعل، الهدي المحمدي ده والحرص إن أنا أعمل، حيورث قلبي تعظيم شعائر الله. كمان من المعينات أن نسأل الله تعالى المعون على تعظيم شعائره، ونسأل ده على صفة الدوام، إن يوفقنا لأنه القلب، إنه القلب يصل إلى تعظيم ما أمر به الرب، وإني أوصل للحالة دي. طلب المعونة الدائمة من الله تعالى لا يتوقف في مسيرة العبد. إياك نعبد، أنت الذي أو أنت سبحانك من نتوجه إليه بالعبادة. إفراد الله في العبودية وتحققك في هذا المقام، وتحققك في مقام طلب المعونة في أمور دنياك وأمور أخراك. إياك نعبد وإياك نستعين. لا يتوقف العبد في مسيرته في الحياة الدنيا عن طلب المعونة أبدا. لأن الحقيقة إيه؟ أنت قايم في الدنيا دي في كل لحظة بإيه؟ عايش إزاي؟ أنت قائم بالله في كل لحظة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو قيوم على سائر خلقه، وإلا لانطمس الخلق واندثر الإنسان واندثرت الأكوان. لو استشعرت المعنى ده، لو استشعرت إنك معان بها بالمدد الإلهي، عرفت إنك لازم تروح له تسأله مزيد من المعونة، وساعتها هتبقى عرفت الله حق، عرفت أن الله هو الضار النافع المعطي الآخذ المغني الجامع. فإذا عرفت هذا استشعرت عظمة الله في كل لحظة ومع كل نفس. ما يتشتتش الخاطر بتاعك، إنما يجمع على الله، فتصل إلى مقام عالي، مقام الحب، وتصير من المحبين، حتى تصل إلى مقام تعبد فيه مولاك، ما بتبصش فيه لا إلى ثواب ولا إلى عقاب، بل تنظر فيه إلى إرضاء الله تعالى وتعظيم ما أمر باتباعه وتعظيم الوقوع في معصيته. تخوف نفسك تعظيما لحق الرب إني ما أعملش الشيء اللي يكون غاضب علي لو عملته، لأن غاية المحب إرضاء المحبوب، فإن المحب
لمن يحبه مطيعه، ساعتها ينصرف نظر القلب عما سواه، ويجمع الخاطر والوجدان والشعور والعقل وسائر هذا الجسد، كل ما فيك، كل شيء فيك أنت متوجه به إلى مولاك. درجات بقى وتنافس في هذا المقام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ساعتها توصل لحالة أنك تكون خالص لمولاك، تصل إلى مقام أنك يستخلصك الحق. أخلصت فاستخلصت، أخلصت فاستخلصت، اجتهدت وسعيت وسألت واستعنت أعانك الله. أدم الافتقار إلى مولاك، فسألوا الله العون دائما في كل أموركم الدنيوية والدينية والأخروية، سألوا الله العون. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك يا حبيبي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مولانا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المتقين المعظمين لشعائرك وحرماتك، واجعلنا اللهم ممن رجحت حسناته على سيئاته، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم من جديد، ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وكذلك ننوه على الأرقام الخاصة بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية. لا أتواصل في أي صفحات مع الجمهور الحبيب، إنما التواصل عبر صفحتنا أو صفحة القناة الرسمية. بناخد الأسئلة والرد على الهواء. يا ست أم حمزة، السلام عليكم. ست ام حمزه. عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتوره انا عايزه اسال. الو. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره انا عاوزه اسال دلوقتي، انا واختي، انا عندي بنت وولد واختي عندها بنت وولد، ينفع ان احنا نشترك في العقيقه في حاجه كبيره، يعني مثلا زي عجل او كده؟ يعني انتوا عايزين عن الاربعه بعيد. على اربعه. يعني انا عندي بنت وولد وهي عندها بنت وولد. حاضر حاضر. في حاجه ثانيه النبي عاوزه في حاجه ثانيه تسالي ترد عليا ضروري ان شاء الله. شكرا. طب دلوقتي برضو سؤال ثاني، اتفضلي. هل يعني انا دلوقتي بابايا اداني مبلغ؟ نعم. بابايا اداني مبلغ، ينفع ان انا اطلع، هو يقول لي طلعي الزكاه في اتجاه معين ولا انا اطلعه براحتي؟ حسب هو قايل لك ايه. هو ما قاليش، هو سايب لك الامر انك تشوفي، سايب لي الامر. بس مثلا يجي يقول لي مثلا، بس انت قصدك ايه بتطلعيه في اتجاه معين؟ زكاة المال. ايوه، عايزه تديه لمين يعني؟ يعني يعني مثلا المستشفى، لاي اتجاه. تمام. حاضر. حاضر، شكرا جزيلا. معانا استاذه صفاء. أيه، السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتوره؟ عليكم السلام ورحمه الله تعالى. اخبار حضرتك؟ الحمد لله فضل ونعم. كل سنه حضرتك طيبه. ربنا يخليك يا رب يا دكتوره ويعين حضرتك. آمين. آمين. والله بنحب حضرتك في الله يا رب. عنا ان شاء الله. الله يكرمك واحبكم الله الذي احببتمونا فيه. يا رب يخليك يا دكتوره. انا عايزه اسال حضرتك سؤال. هل لي حق في القائمه بعد ما جدي يتوفى؟ هل ليكي حق في القائمه المنقولات؟ سؤال جميل. حاضر.
لان بص يا دكتوره انا كان مأجر المكان، وبعد كده بعد ما توفى طبعا انا مشيت لان كان معايا ابنه، وابنه كان عنده 21 سنه ما كانش متزوج، ما كانش ينفع ان انا اقعد اساسا. فمشيت بعد ما توفى على طول، يعني توفى يوم 7/5/2018، انا مشيت 12/5 كان داخل على رمضان، وما خدتش اي حاجه من حقي، وهم ظلموني يا دكتوره، وقعدت سنه والله منتظره ان احنا نحل الموضوع، ودي ولا سالوا ولا بتصرف. يعني انت ما خدتيش ميراثك من الزوج ولا اي؟ لا انا خدت الحقوق الشرعيه اللي هي بالنسبه للكليه والحاجات دي خدتها، يعني بالنسبه لايه الكلام دوا، لكن قائمه المنقولات خدتها. انت بتسالي على دي؟ حاضر، شكرا. يا استاذه سماح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ طيب وانتم بالف خير وسلام يا رب. اتفضلي فندم. انا عندي مشكله ومش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه. نسال الله التيسير والفتح. اتفضلي يا رب. انا محتاجه عمليه ومحتاجه عمليه، واتصلت بجماعه من على التلفزيون ودوني للدكتور. الدكتور قال ملهاش علاج، دكتور تاني قال لها علاج. عندي الفقرات بتاعه ظهري فكه من بعضها، وعندي مسمارين مكسورين في قلب العظم. يا لطيف، اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك ان شاء الله، وان شاء الله سيبي حضرتك رقمك، وان شاء الله ربنا ييسر والحاله مسموعه واهل الخير كتير في بلد. يا استاذه وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والرضوان. كنت عايزه اسال حضرتك، انا خبر. والدتي احنا 5 اولاد، اولاد وبنات. عندي اخ الكبير للاسف عاق بوالده جدا وبوالدته، وكان في مشكله بيني وبينه كبيره جدا. وانا حاليا مقطعه بقالي 8 سنين. وإذ فجأة والدتي من سنتين صممت ان لو ما كنتش اصالح اخويا فانا كمان ما يبقاش لي علاقه بيها تماما. فانا رفضت لان كان الموضوع اتهم جوزي اتهام فظيع، وجوزي يعني قال لي انا ما عنديش مشكله، اخوكي وامك واخواتك ما عنديش مشكله، لكن هو استحاله يبقى في تعامل بيني وبينه. فانا رفضت وقلت لها بيتي هيتخرب، قالت لي مش مشكله بيتك يتخرب. قلت لها ازاي يعني؟ انا حياتي ودنيتي. هي بس بص على القابل من الايام يا وفاء. هي اشترطت ان لو ما كنتش هي لا هي اكيد هي بصت على القابل من الايام، يعني القادم من الايام، وان انتوا كل واحد اهدي بس يا وفاء عشان اعرف اخد ودي معاكي. انا بقعد افكر في المشكله في نطاق اللي انا شايفاه بوجهه نظري اللي ممكن تكون قاصره، ده واحد اساء الي وده مش ينفعش ان انا اكلمه تاني، تمام؟ انت حاطه كده، لكن هي اكيد هتبص ان هي هتنتقل. لما انا رفضت هتنتقل. رمت ابويا، رمت ابويا. انت مالكيش دعوه بتصرفاتها هي، انت خليكي في تصرفاتك انت. ما هو رموا ابويا في الشارع. ما انت برضو خليكي في تصرفاتك انت، هي اللي هتتحاسب ولا انت اللي هتتحاسبي؟ هي دلوقتي مشترطه عليا كده. طيب انا الاشتراط لو ما كلمتش اخويا. طيب انا بس انا هتكلم في قضيه الاخ دي، هكلمها على الجنب كده، ولكن معانا هي اساءت ورمت ابوكي ولا اساءت ابوكي، انت اللي هتتحاسبي ولا هي اللي هتتحاسب؟ ما ندخلش بس الدنيا في بعضها، مين اللي هيتحاسب؟ هي اللي هتتحاسب، وابنها ده كمان العاق بوالدي بأحدهما، حتى فتح له باب في الجنة وفتح له باب في جهنم، بيبر واحدة وبيعصي وبيعوق أو واقع في عقوق الآخر. مين اللي هيتحاسب، أنا ولا هما؟ هي اللي هتتحاسب وهو اللي هيتحاسب، فما ندخلش الإيه القصص في بعضها عشان أنا ليا هوى بشيء معين. يا ست وفاء، مش مفيش أسئلة تاني؟ طيب عشان الوقت. طيب هنطلع الفقرة بتاعتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة، وبعدها إن شاء الله نبدأ في الرد. ونذكر إن كان في سؤال لمي اللي كنت طلبت منها إن إحنا تتركني لي المراجعة، وإن شاء الله نرد عليها بإذن الله النهاردة في أحكام النفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالسادة المشاهدين، ومرحبا بحبايبي الحلوين في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. والصورة اللي عليها الدور النهاردة إن شاء الله نقرأ صورة التكاثر. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين. لترونها. 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 ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ. لتسألن. لتسألن. وفي كمان عندي غنة ثم. ثم لتسأل. ثم لتسألن. ثم لتسألن. ثم لتسألن. ثم لتسألن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. يلا يا أستاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله يفتح عليك. يلا يا سادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش الروعة دي، انت روروتها قوي زيادة عن اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. تكاثر. تكاثر. حتى زرتم المقابر.
كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. في غنة هنا ليه؟ عشان النون مشددة. النون مشددة، يبقى عن النعيم. عن النعيم. يلا يا شروق. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. تكاثر. 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 حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. لترونها. لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ. لتسألن. لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. يلا يا حبيبي، يلا يا علي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر. زرتم المقابر. أيوة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. غني عليا كويس. لترون. لترون الجحيم، ثم لترونها عين. برضو لترونها. لترون. الحرف في نظيره كمثله، زي الحرف التاني بالظبط، والنون مشددة عندي في وسط الكلمة، وهنطقها أديها الغنة بتاعتها. ثم لترون. ثم لترونها. ثم لترونها. ثم لترونها عين اليقين. أحسنتي. ثم لتسألن يومئذ. كلها غنن دي، كلها غنن، خلي بالك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. أحسنتي. يلا يا حنين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا. الراء هنا مرققة. مقابر. مقابر. مش مقا. ما. ما. مقابر. الميم رقيقة، القاف فخمة لأنها من حروف التفخيم، تمام، وهي مفتوحة وراها كمان حرف المد الألف، هتبقى مقا. ما قا، مش ما قا، لا، ما قا. ما, ما قا. قا. بقي يمين وشمال، وبعد كده بقي فوق عشان اعرف ادي التفخيم حقه. ما قا. ما قا. قولي بس الصوت ده. ما قا. احسنتي. ما قا. ما قا. ما قا. ما قا. ما قابر. ما قا. مش ما. رجعنا تاني، فخمت الميم والميم مش مفخمه. مقابر. بير. بير. أحسنتي. أحسنتي. حتى زرتم. حتى زرتم مقابر. أحسنتي. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يلا يا أنس، هتاخد نص الصورة وبعدين سارة النص التاني عشان الوقت. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم،
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أحسن. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. يلا يا سارة أحسنت. لترون الجحيم ثم لترون غني. ثم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ. لا يومئذ ع عندك هنا ايه ده اظهار على طول، نون بتاعه التنوين اظهرها لان وراها حرف من حروف الاظهار اللي هو العين. يومئذ عن على طول النون تبان، مش هغنها لا ولا اخفيها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. أحسنتي وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. معانا كانت الست ام حمزه بتقول انها عايزه تشترك هي واختها، هي عندها ولد وعندها بنت وولد واختها عندها بنت وولد، وعايزين يشتركوا في عجل بنيه العقيق عن هؤلاء الاولاد الاربع. نعم يجوز الاشتراك في عجل بنيه العقيقه عن ولدين وبنتين، والعجل طبعا بيجزئ عن سبعه، بيشترط بس او بيشترط بعض الفقهاء في العقيقه بعجل من بقر ان يكون اتم السنتين، لكن ما عليه الفتوى انه العبره بما فيه من اللحم، يعني بيوزن قد ايه لحمه كتير ولا قليل. بالنسبه للسؤال الثاني، الزكاه اللي الوالد بيديها لك تطلعيها، فهي بتقول هل مطلق لي الامر اخرجها كيفما اشاء؟ الزكاه يعني اما على بتكون على مقصود صاحب المال فيقول لك طلعيها في جهه معينه او مكان معين، او بالاذن العام في انفاقها في جهاتها المعتبره للمعتبرين كذلك، فيطلق يدك ويقولك فشوفي هو موكلك لمكان معين يبقى لازم تلتزمي بيه، لا مش قايل لي مش موكلني الى جهه معينه، فالامر بين ايديك تختاري المكان والجهات المعتبره لانفاق مال الزكاه فيها. الست صفاء اللي بتسال عن قائمه المنقولات، وان هي بعد وفاه الزوج ما استلمتش هذه القائمه، خدت الحقوق اللي كانت تاخذ القائمه. بصي قائمه المنقولات دي لو مكتوبه وفي عليها شهود فده حقك. طيب ما كانش في اوراق، في العرف ان القايمه دي انها جزء من المهر، فاذا كانت الاتفاق على ذلك فهي لها، ولازم ان احنا نوسط اهل الخير والحكمه عشان ما تبقاش الامور دايما في نطاق، يعني عشان يقضوا في هذا الامر ويصلوا الى الحكم اللي يؤدي الى النفوس كلها تهدأ وكل صاحب حق ياخد حقه يا اختنا الفاضله. بالنسبه لوفاء، انا يا وفاء دلوقتي بلا شك طاعه الام واجبه، هذا اذا هذا هو الاصل، ان لم تامر بغير معروف. فإذا أمرت بشيء ليس له مبرر شرعي فالطاعة ليست لازمة، لكن هي دلوقتي بتقول لك صلي أخوك، لكن بتقول لك مثلا سيئي إلى أبيك، لو أسأت إلى أبيك ما ينفعش تسمعي، لأنه لا طاعة إلا في معروف زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، لكن هي بتقول لك كلمي أخوك
وانت متحرجه من هذا الاخ مهما يعمل لازم الصله موجوده ولو بحساب، لكن قطيعه تامه مده 8 سنوات ده كلام ما ينفعش يا صاحبه السؤال. تقطيع صلاه الارحام ده شيء صعب جدا، فهل عسيتم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، يعني افقدوا المفترض ان الحواس بتاعتي سمع بصر كل دي اللي انا بستقي بيها المعرفه، لما استقي بيها المعرفه امشي صح في الدنيا، لو انا فقدتها هبقى ماشي على ضلاله في الدنيا، وده معنى الايه، فلنكون من المقطعين لصلاه الارحام، ولعل بصلتك باخيك يعني يلأم هذا الجرح اللي كان بينك وبينه لما تطول على الزوج، ولعل بصلتك باخيك تؤدي الى نصيحه طيبه فيوقر ويعظم من شأن أبيه وياخد ويلحق قبل ما يفوته الأوان، ولعل بصلتك بأخيك ده تنصح الأم فتؤدي حق الزوج وتؤدي أنت كمان حق الأب. لابد الإنسان المؤمن يقوم بأداء حق الله وحق العباد في يسر وسلاس، وإن أساء وإن ظلم وإن أساء وإن ظلموا أطيع الله فيهم حتى لو عصوا الله فيه، ونسأل الله السلامة. طيب بخصوص مي اللي سألت من حلقتين بخصوص الدم النازل بعد الإجهاض، هل ده بيعد نفاس ولا لا؟ قلت لك إن في خلاف وعايزين نلخص المسألة وهي كالتالي: لا خلاف بين الفقهاء لو إن الدم النازل، يعني في إن الدم النازل ده في الإجهاض قبل الأربعين اللي هو قبل 40 يوم وهي مرحلة النطفة لا يعد نفاسا، يعني 40 اليوم الأولى لو تم فيها إجهاض الدم اللي بينزل ليس بدم نفاس، ده دم نزيف بنعتبره دم استحاضة، يعني بتغتسل وتصلي وتعمل كل حاجة مطلوبة منه. كما إنه لا خلاف بين العلماء في أن الدم النازل في الإجهاض في مرحلة بدء التخلق أو تمام التخلق، يبقى كده نازل كده كأنه في شكل إنسان أو في أمور بادية فيه واضح، بدء التخلق أو تمام الخلق يعني بيبقى قدامي شيء يعد نفاسا، والمرحلة دي هي مرحلة المضغة وبتبدأ بعد الثمانين يوم، بعد الثمانين يوم من بداية الحمل. طيب الإجهاض بقى في المرحلة اللي في النص اللي هي في مرحلة العلقة اللي هي مدة الأربعين يوم التانية، بيبقى وقع يعني الحقيقة أنه وقع خلاف شديد بين الفقهاء في هذه المسألة، هل الدم النازل بعد الإجهاض في هذه المدة يعد نفاسا أو لا؟ يرى الشافعية في معتمدهم أن هذا الدم يعد نفاسا، ويرى الحنفية والحنابلة أنه لا يعد نفاسا لأنه لم يظهر شيء من خلقه بعد في هذه المرحلة. وإحنا لما سألنا أهل الاختصاص والطب في هذه المسألة أفادوا بأن نزول الدم في حال الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ده بيعد نزيف، يعني من باب الاستحاضة وليس من باب النفاس. وفي واقعة السؤال الخاص بحضرتك أن الدم النازل عليكي من إجهاض جنين في أقل 5 أسابيع أو أقل لا يعد نفاسا، بل دي كانت استحاضة واللي انت قمت بيه في الوقت ده صحيح، اللي هو كل ما هو متعلق بأحكام المستحاضة انك قمتي وتطهرتي وصليتي وقمتي بما عليكي، فما صنعتيه يعني منضبط، واحنا بس حابين نلخص الأحكام في هذه المسألة ونسأل من الله التوفيق والقبول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.